بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن الشفق القطبي. مثل ما تلاحظون في هذه الصورة، صورة يسمى الشفق القطبي، وهو من الظواهر الجميلة حيث نرى أعمدة من الألوان الزاهية تلون صفحة السماء. إنها ظاهرة معقدة جدا، استطاع العلماء تفسيرها حديثا. فالشمس تقذف ملايين الأطنان في الانفجارات الشمسية، وعندما يصل الحقل المغناطيسي القوي الناتج عن هذه الانفجارات إلى غلاف الأرض الجوي، فإنه يتفاعل مع الحقل المغناطيسي للأرض ويتبدد عند منطقة القطبين ويولد هذه الألوان الرائعة. ولذلك فقد أقسم الله بهذا الشفق، وأقسم بالمواد الموجودة في الظلام التي لا نراها، حيث تسبب هذه الظاهرة ألوان كثيرة مثل ما تلاحظون. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. سورة الانشقاق من آية 16 إلى 17. معنى قوله تبارك وتعالى وما وسق أي وما حوى، إنها آية تشهد على عظمة وإبداع الخالق تبارك وتعالى. صراحة ما نقول إلا سبحان الله، والله أعلم.